بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حصص الفلسفة والمنطق للصف الثالث الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية المنطق في الموضوع الثاني، معنى الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية. دي الحصة الثانية فيه. معاكم إن شاء الله الأستاذ محمد طه شلبي، موجه بالتربية والتعليم بالمنصورة. هفكر حضرتك كده، احنا بدأنا الحصة اللي فاتت ناخد الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية، وخدنا في أول حصة العلاقة بين المنطق والرياضة، وإن المنطق الرياضة علم اليقين. وصلنا خدنا خصائص القضية الرياضية، وخدنا بناء النسق الرياضي، وعرفنا ان النسق الرياضي بيتكون من مجموعة من المفاهيم والقضايا اللي الرياضي بيفترضها، وبتسمى مقدمات النسق اللي هي التعريفات واللامعرفات والبديهيات والمصادرات. وخدنا التعريفات الرياضية انها مجموعة مفاهيم الرياضي بيحطها وبيعرفها، وبيحرص حرصا دقيقا جدا على تعريفها تعريفا دقيقا جدا حتى لا يحدث بشأنها لبس أو غموض، وبيشترط علينا إن احنا نقبلها بالكيفية اللي هو قالها. مفاهيم تانية الرياضي بيحطها وبيحرص على إنه يتركها بلا تعريف ويسيبها كده عشان يعرف بها المعرفات، وعشان هي مهمة جدا في بناء نسقه، وما يستطيعش أبدا إن هو يستغني عنها. النهاردة بقى إن شاء الله هنبدأ في البديهيات والمصادرات. فتعال معايا كده نعرف إيه هي البديهيات. أولا أنا عايز أوجه الاتفاق ما بين البديهية والمصادرة. أنا خلاص عرفت المعرفات ولا معرفات على إنها مفاهيم، سواء بعرفها أو ما بعرفهاش. معاك قلمك وورقتك وبتكتب ورايا أحيانا إن البديهيات والمصادرات الاتنين قضايا بسيطة، يعني الاتنين قضية. أنا أفكرك إن القضية جملة خبرية، يعني مش مجرد مفاهيم. يعني أنا قلت مثلا إن المعرفة الخط، وقلت اللا معرفة زي العرض والطول، لكن النهاردة أنا عندي مسلمة كاملة، قضية كاملة. فالرياضي يضع البديهية والمصادرة، فهي يعني إيه؟ قضايا بسيطة يسلم بها العقل مباشرة دون برهان. يعني أنا ما ببرهنش لا على البديهية ولا على المسلمة، هي قضايا أولية، قضايا بسيطة، قضايا عادية. طب وإيه كمان؟ ولازم البديهية والمصادرة تعتمد على مبدأ عدم التناقض. يعني البديهية لا يجب أن يكون هناك تناقض بين طرفيها، والمصادرة لا يجب أن يكون هناك تناقض بين طرفيها. يبقى أنا بحط البديهية والمصادرة بدون أي نوع من أنواع التناقض. طيب يبقى تاني، أنا عندي البديهية والمسلمة أو البديهية والمصادرة، ما المصادرة هي المسلمة. طيب البديهية والمصادرة بيتفقوا في إيه؟ الاتنين قضية، قضايا، الاثنين قضية أولية بسيطة، الاثنين لا أبرهن عليهما، الاثنين العقل بيقبلهم كما هما، الاثنين ما يجبش إن يكون في تناقض بينهم. يبقى قضايا وأولية وبسيطة، والعقل بيسلم بيهم، والعقل ما يبرهنش عليهم، وهم هيستخدموا في البرهنة على غيرهم، وهم يقومان على مبدأ عدم التناقض.
لكن تعال معايا نشوف الاختلاف ما بين البديهية والمسلمة. أولا البديهية، أول حاجة البديهية قضية واضحة بذاتها، يعني البديهية لوحدها كده واضحة لا تحتاج أي دليل أو أي برهان، يعني لا يملك العقل إلا أن يسلم بها فورا، يعني العقل يعجز عن إثباتها. فأنا عايز أسأل سؤال، هو العقل بيعجز عن إثباتها لأنها صعبة عليه؟ لا، العقل يعجز عن إثباتها لشدة وضوحها، لأنها تفرض نفسها على العقل، لأنها واضحة بذاتها. يعني جملة واضحة، جملة مجرد ما أسمعها أنا عرفتها. يعني العقل لا يملك أن يبرهن عليها، لا يستطيع أن يبرهن عليها. طب أنا عايز مثال عشان أفهم أكتر، بديهيات إقليدس. يبقى زي إيه بديهيات إقليدس دي؟ أما أقول لحضرتك الكل أكبر من مجموع أجزائه، الكل أكبر من مجموع أجزائه، دي بديهية. يعني لو جبت لك كلمة بره الرياضة، لما أقول لحضرتك جد أحد الشقيقين هو جد الآخر، هل دي بديهية؟ يعني لما أجيبك أنت وأخوك وأقول إن جدك هو جد أخوك، هل دي بديهية؟ نعم. لماذا؟ هي واضحة بذاتها، ما هو جدي هو جد أخوي، يعني لا تحتاج إن أنا برهن عليها، ولا تحتاج إن أنا أثبتها، ولا تحتاج إن أنا أقول عليها صدقة أو كذب. عقلي أصلا هيثبتها لك إزاي؟ ما هي مثبتة، ما هي مش محتاجة دليل، مش محتاجة برهان، ما هو جدي هو جد أخويا. طب لما أقول لك الكل أكبر من مجموع أجزائه، أو الكل أكبر من أي جزء، يعني كف إيدك أكبر من صبعك، يعني كف إيدك كله أكبر من صبعك، الكل، أنت كلك كل أكبر من إيه؟ من وجهك، أكبر من إيديك، أكبر من أي جزء فيك. أنا عندما أنظر إلى السيارة أقول سيارة، طب ليه؟ هل أقول عجلة؟ لا، السيارة أكبر من العجلة. طب ما تجيب لي مثل في الرياضة. حاضر، المثلث أكبر من ضلع فيه، يعني المثلث لما أبص للمثلث بسميه مثلث ما بسموش ضلع. لماذا؟ لأن الثلاث أضلاع على بعض كل، والكل أكبر من أي ضلع في المثلث، كذلك المربع. يبقى حضرتك ده إيه؟ بديهية. يبقى لما نطبق تاني، هي قضية، يعني جملة كاملة قدامك أهي، الكميتان المساويتان لكمية الثالثة متساويتان، يعني كمية ألف مساوية الكمية ب، وب مساوية الجيم، يبقى ألف مساوية الجيم، يعني هي بديهية أصلا، كميتان ألف وب مساويتان لدال أو لجيم، يبقى كلهم على بعض متساويتان. اشمعنى؟ لأنه إيه؟ بديهية. طب إيه كمان؟ لا يمكن رسم إلا خط مستقيم بين نقطتين. يعني حضرتك لو جبت ورق وحطيت نقطة وحطيت نقطة تانية وعملت بينهم خط مستقيم، طب ارسم خط تاني، ما هعرفش. يبقى إذا بديهية جدا إن الخط الواصل بين نقطتين مستحيل تعمل خط تاني. يبقى حضرتك دي إيه؟ بديهية. تاني حضرتك، أول حاجة عندك البديهية. إيه هي البديهية؟ قضية واضحة بذاتها. قضية يعني إيه قضية؟ يعني جملة خبرية، بس جملة رياضية واضحة بذاتها، مش محتاجة دليل، مش محتاجة برهان، أنا مش محتاج إن أنا أثبتها، هي مثبتة بذاتها، هي واضحة وضوحا ذاتيا. من شدة وضوحها عقلك بيقبلها كما هي، ولا يستطيع البرهان عليها، ليس لصعوبتها وإنما لأنها فرضت نفسها عليه. يبقى هي واضحة لوحدها كده، زي إيه؟ الكل أكبر من مجموع أجزاء، الكل أكبر من أي جزء فيه،
المساويان لي، الكميتان المساويتان لكمية ثالثة متساويتان. لا يمكن رسم إلا خط مستقيم واحد بين نقطتين. يبقى كده إيه؟ البديهية قضية إيه؟ واضحة بذاتها. طيب نيجي للمصادرة أو اسمها المسلمة. يبقى المصادرات أو المسلمات برضو قضية بسيطة نقبلها دون الحاجة إلى البرهنة عليها. قال له مستر سين، هي المصادرة أو المسلمة واضحة بذاتها؟ العبارة خطأ، المسلمة ليست واضحة بذاتها. أمال المسلمة ما بنبرهنش عليها ليه؟ لأن الرياضي تركها بلا برهان مزاجه، هو سابها كده عشان يبرهن بها على قضية تانية. هو حط المسلمة أو المصادرة وتركها بلا برهان ليبرهن بها على غيرها. يبقى الأولى البديهية واضحة وضوحا ذاتيا، بينما المصادرة لا، المصادرة حقائق بسيطة نقبلها دون حاجة إلى البرهنة عليها. ليه؟ لأن الباحث يضعها ويسلم بها ليتخذها أساسا للبرهنة على غيرها من القضايا. طب ليه؟ يعني احنا مش محتاجين نبرهن عليها؟ لا. طب لأن الرياضي عايز كده، لأن الرياضي سابها كده. طيب هي ايه؟ ليس لها عمومية البديهيات. معنى ذلك أن البديهية أعم وأشمل وأكبر من المصادرة. لكن في علم الرياضيات البديهية ما تشيلش العلم كله الواحد، فيكملها المصادر. يعني الرياضي عندما يريد البرهنة على نظرية ما فإنه بيستخدم البديهيات الأول لأنها عمومية، ثم بعد ذلك يكمل بمين؟ بالمصادرة أو المسلمة. ولذلك ليس لها عمومية البديهيات. طب اديني مثال. المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان مهما امتد. شفت حضرتك شريط السكة الحديد مهما يطول فهما دول متوازيان، هم ماشيين مع بعض، مستقيمان ماشيين قصاد بعض، لا يمكن أبدا أبدا أن يلتقيا. مهما انت مشيت مع السكة الحديد ده انك ماشي، عمرها ما هت ايه؟ ما هتلتقي. المكان سطح مستوي له ثلاثة أبعاد، طول وعرض وارتفاع. الخطان المستقيمان يتقاطعان في نقطة واحدة فقط. تاني حضرتك، عندنا ايه مكونات النسق الرياضي؟ يتكون النسق الرياضي من مجموعة مفاهيم وقضايا اسمها المقدمات، ومجموعة قضايا اسمها المبرهنات. طب نبدأ بالمقدمات. ايه مقدمات النسق الرياضي؟ المعرفات، مفاهيم بيحطها الرياضي بيحرص على تعريفها بدقة، بيعرفها كويس جدا لأنها مهمة جدا في نسق الرياضي، لأنه حتى لا يحدث بشأنها لبس أو غموض. اديني مثال. الخط ما له طول وليس له عرض، النقطة لا لها طول ولا لها عرض، دي ايه؟ معرفة، تعريف رياضي، اشتراطية، الرياضي حطها واشترط علينا ان نقبلها زي ما هي. طب اللا معرف مفاهيم، الرياضي حطها، الرياضي معرفهاش، الرياضي هيستخدمها في تعريف المعرفات، الرياضي ما بيستغناش عنها ابدا مع انها ما بتتعرفش. تاني بنقول لحضرتك ان احنا عندنا مقدمات النسق الرياضي، وقلنا مقدمات النسق الرياضي اللي هي المعرفات اللي الباحث بيحرص على تعريفها بدقة، وبعدين لما بيحرص على تعريفها بدقة لأنها مهمة جدا في بناء النسق الرياضي، وبعدين قلنا إنه بيشترط علينا أن نقبلها كما هي ولا نغيرها. بعدين اللامعرفات اللي هي مجموعة مفاهيم الرياضي بيحرص على عدم تعريفها بدقة لأنه هيستخدمها في تعريف غيرها،
بعدين عندنا البديهيات زي ما قلنا، قضايا واضحة بذاتها مش محتاجة دليل، مش محتاجة برهان، تفرض نفسها على العقل، العقل لا يملك إلا أن يقبلها كما هي ولا يبرهن عليها. طب المصادرات، المصادرات أو المسلمات قضايا بسيطة، حقائق بسيطة لا نبرهن عليها، الباحث يسلم بها ليتخذها أساسا للبرهنة على غيرها من القضايا. حقائق بسيطة بنقبلها دون الحاجة إلى البرهنة عليها. طبعا هي مش عامة زي ما قلنا زي البديهيات. زي إيه؟ قلنا زي المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان مهما امتد، يعني زي السكة الحديد قلنا وانت ماشي عليهم عمرهم ما يتقابلوا ابدا وهيدنك طول عمرك بلا ان يتقابل. طيب ندخل على اللي بعد كده، شروط المسلمة. لما تيجي يا عم الرياضي تحط مسلمة، اول شرط من شروط المسلمات الاتساق، يعني ان تكون المسلمة متسقة يعني غير متناقضة، يعني ما يبقاش بينها وبين باقي النسق تناقض، وإلا النظرية بتاعتك هتكون خاطئة. طب اتنين، الكفاية، أن تكون كافية كاملة لكي نستخدمها في البرهنة على جميع نظريات النسق. تمام. طب ايه كمان؟ مستقلة بذاتها، يعني لا تكون مشتقة من مسلمات أخرى، يعني المسلمة بذاتها كده واقف، لا تاخد من حد ولا تدي لحد. هذا شروط المسلمة. طيب معلش إعادة بسيطة وسريعة تاني حضرتك، عندنا حاجة اسمها مقدمات النسق. مقدمات النسق خدنا منها في الحصة اللي فاتت المعرفات واللا معرفات. ايه هي المعرفات؟ مفاهيم الرياضي بيعرفها بدقة، مفاهيم الرياضي بيحطها ويعرفها، واشتراطية ويشترط علينا أن نقبلها كما هي. طيب اللا معرفات مفاهيم الرياضي بيحطها، ما بيعرفهاش، بيسيبها من غير تعريف، بيعرف بقى الايه؟ المعرفات. مفاهيم الرياضي يحرص على استخدامها، يعني ما يستغناش عنها أبدا، لأنها بيعرف بها معرفات أخرى أو تعريفات أخرى. طب تمام، لو هو عرفها سيصل إلى ما لا نهاية، عشان كده ما بيعرفهاش. طب النقطة الثانية، البديهيات بتاعت النهاردة، قضايا بسيطة الرياضي بيقبلها بدون دليل بدون برهان لأنها واضحة بذاتها، العقل لا يملك إلا أن يسلم بها فورا بدون دليل بدون برهان. طب الإيه؟ البديهية، قضية المسلمة، قضية حقائق بسيطة يسلم بها الرياضي بدون دليل بدون برهان، يتركها الرياضي بلا دليل بلا برهان. لماذا؟ حتى يستخدمها في البرهنة على غيرها، هو مزاجه يسيبها كده. طيب اديني شروط المسلمة أو شروط المصادرة. واحد، الاتساق، ما يبقاش في تناقض بين الموضوع المحمول، وما يبقاش في تناقض بينها وبين شغل النسق كله. اثنين، الكفاية، أن تكون كاملة كافية للبرهنة على كل إيه؟ أجزاء النسق. طب إيه كمان؟ إنها تكون مستقلة بذاتها، لا تؤدي إلى شيء ولا تنتج من شيء. طب خلي بالك معايا وسجل، البديهية والمسلمة لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى أدلة على صحتها، هي نسلم بها تسليما ونقبلها قبولا دون أدنى استدلال. هذا أول ملحوظة على البديهية والمسلمة. الاثنين لا بنبرهن عليهم ولا بنقيم الأدلة عليهم، وهي نسلم بهم تسليما ونقبلهم قبولا. طب إيه كمان؟ البديهية قضية تحليلية، طب ليه؟ محمولها ما بيضيفش جديد من الواقع لموضوعها. طب إيه كمان؟ إن المسلمة قضية تركيبية، لأن محمولها أضاف جديد من الواقع. طب إيه كمان؟ البديهية تنتمي لعلم آخر،
يعني البديهية ممكن نجيبها من علم تاني أشمل وأعم أثبتها قبل ذلك، فبالمسلمة تنتمي إلى علمه. حضرتك اكتب الملاحظات دي لأنها مهمة بالنسبة لك، دي إضافات عشان حضرتك تقدر تحل الأسئلة اللي خارج حدود الكتاب. يبقى البديهيات والمسلمات مش محتاجين برهنة ولا بنقيم الأدلة عليهم، ونسلم بهم تسليما أو نقبلهم قبولا دون أدنى استدلال. حضرتك ضيف دي عندك. كمان البديهيات ممكن أقول عليها قضايا تحليلية، لأن البديهية محمولها ما جابش جديد لموضوعها، ما جابش جديد من الواقع، عشان كده هي واضحة وضوحا ذاتيا. ما أنا لما أقول لك جدك هو جد أخوك، إيه الجديد اللي ضافته جد أخوك لجدك؟ مفيش، ما هو جدك هو جد أخوك، مش محتاجة دليل ومش محتاجة برهان، وما أضافتش جديد من الواقع. أما المسلمة قضية تركيبية لأنها أضافت جديد من الواقع. طيب البديهية تنتمي لعلم آخر، المسلمة تنتمي لعلمها، يعني الرياضي هو اللي حطها وقال لنا هتاخدوها كده وهتسيبها من غير دليل وبرهان عشان نستخدمها في البرهنة على غيرها. طيب إيه كمان؟ البديهية مبادئ عقلية أولية سابقة على المسلمة ولا ينبغي أن تتناقض معه. يعني لما أحط البديهية، أيوة البديهية سابقة، البديهية أول من المسلمة. الرياضي عندما يريد البرهنة على نظريته بيبدأ بالبديهية ثم يكمل بالمسلمة، فكيف يكون متناقضان؟ يبقى حضرتك ما ينفعش إن البديهية تناقض المسلمة أو المسلمة تناقض البديهية. طب ايه كمان؟ البديهيه مش كافيه لتاسيس علم لوحدها، يبقى مين اللي يكملها؟ المسلمه مكمله لها باعتبار انها قضايا اوليه في العلم. يبقى حضرتك ببدا بالبديهيه واكمل بالمسلمه، والاثنين بيكملوا بعض. طيب البديهيه بقى والمسلمه، وده اهم الكلام، تعتمد على عده مبادئ منطقيه. يعني انا لما باجي اعمل البديهيه والمسلمه في مبادئ منطقيه بشتغل عليها. يبقى سين، ايه هي المبادئ المنطقية اللي بتعتمد عليها البديهية والمسلمة؟ واحد، مبدأ الذاتية او الهوية. مبدأ الذاتية او الهوية. طب ايه مبدأ الذاتية؟ حقيقة الشيء لا تتغير ولا تتبدل، حقيقة الشيء لا تتغير مهما تغيرت صفاته العرضية. يعني ألف هو ألف مهما تغيرت الصفة، يعني أرسطو هو أرسطو مهما كانت الظروف والأسباب، يعني أرسطو لا يمكن أن يكون سقراط. حقيقة الشيء الإنسان هو الإنسان مهما كان أبيض أو أسود، مهما كان طويل أو رفيع. يعني من الممكن أن يتغير الشكل والصفة الخارجية لكن يظل الشيء كما هو، لا يتغير ولا يتبدل. ده أول مبدأ من مبادئ البديهية والمسلمة، ألا وهو مبدأ الذاتية أو مبدأ الهوية. حقيقة الشيء لا تتغير ولا تتبدل، ألف هو ألف، أرسطو هو أرسطو، الإنسان هو الإنسان مهما تغيرت الصفات العرضية. مبدأ الثاني، مبدأ عدم التناقض. لا يمكن أن نحمل صفة ولا نحملها في نفس الوقت على نفس الموضوع. ما أقدرش أحمل صفة وأناقضها. طب قولها بطريقة تانية. حاضر. لا يمكن أن نصف الشيء بالصفة ونقيض الصفة في نفس الوقت. لا يمكن أن نحمل صفة ولا نحملها في نفس الوقت على نفس الموضوع. قولها بطريقة تانية. لا يمكن أن نصف الشيء بالصفة ونقيض الصفة في نفس الوقت. يعني إيه؟ يعني باء لا يمكن أن تكون باء ولا باء مع. ايه باء دي؟ حاضر، السيارة اللي هي باء لا يمكن اوصفها بانها بيضاء يعني به، ولا بيضاء يعني لا به. يوصفها به يوصفها بلا به، يعني اوصفها ببيضة يوصفها بلا بيضاء. ده مبدأ عدم التناقض. المبدأ الثالث اسمه مبدأ الثالث المرفوع او الوسط الممتنع. بيقول ايه؟ اما دي او اما دي، إما وصف الشيء بالصفة أو نقيض الصفة ولا ثالث لهما. إما وصف الشيء بالصفة أو نقيض الصفة ولا ثالث لهما. يعني إيه؟
يعني اما الف اللي هي السياره ب او لا ب، يعني اما السياره بيضاء او لا بيضاء. معلش يا تاني يا مستر، معلش انا عايز السؤال ده تاني من اوله. حاضر حضرتك، نقول تاني: تعتمد البديهيات والمسلمات على عدة مبادئ منطقية. طب المبدأ الأول مبدأ الذاتية أو الهوية، اسمه إيه؟ مبدأ الذاتية أو الهوية. طب تعرفه إيه؟ حقيقة الشيء لا تتغير ولا تتبدل. قولها لي بطريقة تانية: الشيء لا يمكن أن يتغير أو يتبدل مهما تغيرت صفاته. طب قول لي الرمز بتاعه. ألف هو هو ألف. طب قول لي مثال عليه. أرسطو هو أرسطو. معلش مثال تاني: الإنسان هو الإنسان مهما اختلفت صفاته. يعني الإنسان هو الإنسان حتى لو كان أبيض أو أسود، حتى لو كان طويل أو قصير، تتغير الصفة العرضية لكن يظل الشيء كما هو لا يتغير. طب المبدأ التاني مبدأ عدم التناقض. يعني إيه؟ لا يمكن أن أحمل صفة ولا أحملها على نفس الشيء في نفس الموضوع. مش فاهم. لا يمكن وصف الشيء بالصفة ونقيض الصفة في نفس الوقت. مش فاهم. لا يمكن أقول محمد حاضر ولا حاضر في نفس الوقت. يا حاضر يا لا حاضر، يبقى ما أقدرش أقول محمد حاضر ولا حاضر في نفس الوقت. طب إديني رمز به. لا يمكن أن تكون باء ولا باء مع. يعني إيه؟ ب دي رمز للسيارة، رمز للسبورة، رمز لأي حاجة. لا يمكن أن تكون به ولا به، يعني صفة ونقيضها. يبقى السيارة لا يمكن وصفها بأنها بيضاء ولا بيضاء، محمد لا يمكن وصفه بأنه حاضر ولا حاضر. خلاص؟ طب المبدأ الثالث، مبدأ الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع. إيه هو مبدأ الثالث المرفوع أو الوسط الممتنع؟ إما وصف الشيء بصفة أو نقيضها ولا ثالث لهما. يعني إيه؟ يعني يوصف الشيء بالصفة يوصفه بنقيضها. يبقى إما أو، إما ألف باء أو لا باء، إما السيارة بيضاء أو لا بيضاء ولا ثالث لهما. يعني أرجو تكون حضرتك فهمت واستوفيت الموضوع. طب ملحوظة مهمة برضو سجل عند حضرتك: مبدأ عدم التناقض اللي هو الثاني صورة سالبة لمبدأ الذاتية. ما أنا بقول لا يمكن، يبقى ده إيه؟ صورة سالبة له، يعني هو صورة منه بس بالسلب. ومبدأ الثالث المرفوع صورة شرطية لمبدأ عدم التناقض. يبقى دي به سلب المين؟ صورة من مين؟ من ألف بس بالإيه؟ بالسلب. وجيم صورة من به بس بالشرط، لأني بقول إما أو. إذن مبدأ الذاتية أو الهوية هو الصورة الموجبة لجميع مبادئ التفكير أو جميع مبادئ الإيه؟ التي يعتمد عليها المسلمة أو البديهية. طيب نيجي بقى لنتيجة النسق. إحنا قلنا إن النسق يتكون من مجموعة مفاهيم وقضايا اسمها المقدمات، ومجموعة مفاهيم وقضايا اسمها الايه؟ النتائج، اللي هي مين؟ النظريات او المبرهنات. ده الجزء الثاني من بناء النسق. طب ايه هي المبرهنات او النظريات؟ هي المرحلة التي يتم خلالها اتمام البناء الرياضي. يعني تاني حضرتك، احنا قلنا ان النسق الرياضي بيتكون من مجموعة مفاهيم وقضايا اسمها ايه؟ المقدمات، اللي هي ايه؟ المعرفات واللا معرفات والبديهيات والمصادرات. طب والجزء الثاني، مجموعه من المفاهيم اسمها النظريات او اسمها المبرهنات. ايه هي بقى النظريات او المبرهنات؟ هي المرحله التي يتم خلالها اتمام البناء الرياضي، يعني هي التتمه، هي النتائج التي استنبطناها من المقدمات. يعني بعد ان يضع الرياضي مقدماته من تعريفات وبديهيات ومصادرات ولا معرفات، يبدأ في استنتاج النتيجة أو النظرية. النتيجة أو النظرية دي اسمها إيه؟ المبرهنات. بتيجي منين؟ من المقدمات. حضرتك بتكتب
طيب انا جبت النظريه او المبرهنه منين؟ من المقدمات. يبقى صدق النظريه يتوقف على صدق المقدمات. يعني انا مش برجع للواقع الخارجي للتاكد من صدق النظريه لانها صوريه. اكتب صوريه، يعني النتيجه او النظريه او المبرهنه تعتمد على المقدمات، وصدقها يعتمد على صدق المقدمات ولا علاقة لها بالواقع الخارجي. يبقى أي أن صدق النظرية مرهون بصدق المقدمات التي تلزم عنها لزوما منطقيا. فاهم يا عمنا؟ طيب تمام. يبقى النتيجة أو المبرهنة هي النظرية اللي بنستنتجها من المقدمات. صحة النتيجة يعتمد على صحة المقدمات لا يعتمد على الواقع. تلزم النتيجة لزوما صوريا عن المقدمات. يبقى إذا ملهاش علاقة بمين؟ بالواقع. أدى يا جماعة بناء النسق الرياضي. دي الموضوع الأولاني النهاردة. بناء النسق الرياضي. مقدمات، معرفات، لا معرفات، بديهيات، مصادرات، وبعدين النتائج اللي هي النظرية أو المبرهنة اللي جاية من المقدمات. الموضوع الثاني النهاردة الحجج الاستنباطية. احنا فاكرين يا مستر؟ فاكر ايه؟ فاكر ان احنا خدناها في الباب الاول، صح؟ خدنا ان احنا عندنا حجج استنباطية، والحجج الاستنباطية لها مقدمات ونتائج، والحجة الاستنباطية بتتوصف بالصحة والبطلان. يعني أقول إن الحجة الاستنباطية صحيحة وأقول عليها باطلة. هفكرك بسرعة كده، أنا عندي حاجة اسمها القضية بتتوصف بالصدق والكذب. كان عندي في الباب الأول أو الموضوع الأول الحجج الاستنباطية والحجج الاستقرائية. الحجج الاستنباطية كنا بنوصفها بإنها صحيحة أو باطلة. معاك قلم وورقة؟ معايا. احنا كنا بنقول ان الحجة الاستنباطية متى تكون صحيحة؟ اكتب ان هناك علاقة وثيقة جدا بين المقدمات والنتائج. صحة الحجة الاستنباطية تعتمد على العلاقة بين المقدمات والنتائج. هناك علاقة صارمة او حاسمة بين المقدمة والنتيجة، يبقى الحجة صحيحة. طب حضرتك لقيت ان مفيش علاقة منطقية تربط المقدمات بالنتائج، يبقى الحجة دي باطلة. طيب عايز اسأل سؤال يا مستر، هل الحجة الاستنباطية ممكن تبقى صحيحة ومع ذلك المقدمات كذابة؟ وممكن تبقى النتائج كمان كذابة؟ يبقى إذن الحجة ممكن تبقى صحيحة رغم إن المقدمة كذبة أو النتيجة كذبة، وممكن تبقى فاسدة والنتيجة صادقة. يعني إذن مفيش علاقة، اكتب مفيش علاقة، لا توجد علاقة بين كذب المقدمات أو صدق المقدمات، بين كذب النتيجة أو صدق النتيجة وصحة الحجة نفسها. يعني لو المقدمات كذبة الحجة صحيحة، ولو المقدمات صادقة الحجة صحيحة. يبقى الحجة صحيحة رغم كذب المقدمات أو صدقة، الحجة صحيحة رغم كذب النتيجة أو صدقة. مفيش علاقة تربط ما بين الصحة بتاعت الحجة أو بطلانها وكذب المقدمة أو كذب النتيجة. وهنشوف ده النهاردة. تمام؟ طب تعال نشوف. أول حاجة أنا هجيب لك مقدمات الحجة صادقة والنتيجة صادقة والحجة صحيحة. تعال نشوف. لكل الثدييات رئات. دي ايه؟ مقدمة. صادقة ولا كاذبة؟ صادقة. كل الثدييات لها رئات. طب كل الحيتان ثدييات، برضو صادقة لان الحيتان من الثدييات. طيب تعال على النتيجة. كل الحيتان رئات، صادقة برضو. يبقى حضرتك هنا مقدمات صادقة ونتيجة صادقة. طب تعال نشوف الحجة صحيحة ولا لا. انت عندك الحد الاوسط موجود في مكانه اللي هو الثدييات،
الحيتان موجودة في مكانها اللي هي الحد الأصغر؟ آه. رئات موجودة، يبقى في علاقة منطقية، يبقى إذن هذه الحجة صحيحة، حجة صحيحة على طول. يبقى دي إيه؟ مثال لحجة صحيحة والمقدمات صادقة وصادقة. تعال معايا نشوف حاجة تانية، قد تكون المقدمات كاذبة والنتيجة كاذبة وبرضه الحجة صحيحة. إذن مفيش علاقة، يبقى قد العبارة صحيحة على طول. لكل المخلوقات ذات العشرة أرجل أجنحة. دي قضية كاذبة، مش كل المخلوقات ذات العشر أرجل أجنحة، يعني زي مثلا العنكبوت. طب لكل العناكب عشرة أرجل، برضو قضية كاذبة، أنت مسكت العنكبوت وعديت. طب تعالى على النتيجة، لكل العناكب أجنحة، كاذبة. طب تعالى بقى شوف لي، هل الحد الأوسط في مكانه؟ آه. هل الحد الأصغر في مكانه؟ آه. هل كل حاجة في مكانها الصورة صحيحة؟ آه، يبقى الحجة دي صحيحة. يبقى الحجة الأولى كانت صحيحة والحجة الثانية صحيحة برضو. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن القضايا أو المقدمات ممكن أن تكون كاذبة والنتيجة كاذبة ومع ذلك الحجة صحيحة، وممكن تكون صادقة والنتيجة صادقة والحجة صحيحة. طيب، قد تكون مقدمات الحجة صادقة والنتيجة صادقة والحجة فاسدة. يبقى أنا هجيب لك المرة دي حجة فاسدة بس كل حاجة صادقة. كل القطط ثدييات صادقة، كل النمور قطط صادقة. طب تعالى كده، كل الأسود قطط صادقة برضو. طب الحجة هنا صحيحة، شايف الحد الأصغر فوق نمور وتحت أسود، يبقى الحجة دي فاسدة ومع ذلك كل حاجة صادقة. يعني يا مستر، ممكن تبقى المقدمات صادقة والنتيجة صادقة مع ذلك الحجة فاسدة؟ اه، قدامك اهو. طب مثال تاني، قد تكون مقدمات الحجة صادقة والنتيجة صادقة والحجة فاسدة وممكن تبقى صحيحة. تعالى معايا، كل القطط ثدييات صادقة، كل النمور قطط صادقة، كل الايه؟ الأسود قطط، دي حجة ايه؟ فاسدة. شوف كده معايا تاني، نمور نزلت أسود، يبقى الحجة دي ايه؟ النتيجة ما لزمتش عن المقدمات، فبقت الحجة فاسدة. طب انا هخليها صادقة هي هي، نشوف كده، كل النمور قطط، كده بقت حجة ايه؟ صحيح. يبقى المقدمات صادقة والنتيجة صادقة والحجة فاسدة، والمقدمات صادقة والنتيجة صادقة والحجة صحيحة. طيب، قد تكون مقدمات الحجة كاذبة والنتيجة صادقة والحجة صحيحة. كل الطيور ثدييات كاذبة، كل القطط طيور كاذبة، يبقى كل القطط ثدييات صادقة. المقدمات كاذبة والنتيجة صادقة ومع ذلك الحجة صحيحة. طيب، قد تكون مقدمات الحجة كاذبة والنتيجة كاذبة والحجة تكون فاسدة. يبقى زي ايه؟ كل الثدييات ذوات أجنحة كاذبة، كل ذوات الأجنحة حيتان كاذبة، يبقى كل الثدييات لها عشر أرجل كاذبة. طب بس الحجة دي إيه؟ فاسدة. ترتيب الحدود مش مظبوط. أستاذ معلش أنا آسف، عايز أسأل تاني. حاضر، خلاصة الموضوع ده إيه؟ اكتب وراي، لا علاقة بين كذب المقدمات أو كذب النتائج وفساد الحجة، ولا توجد علاقة بين صدق المقدمات أو صدق النتائج وصحة الحجة. فقد تكون المقدمات كذبة أو صدق، والنتيجة كذبة أو صدق، ومع ذلك الحجة قد تكون فاسدة أو قد تكون صحيحة. اتنين، فساد الحجة يعتمد على أن العلاقة بين المقدمات والنتائج مش مظبوطة، غير صحيحة، النتيجة لم تتبع المقدمات. طب صحة الحجة يعتمد على إيه؟ علاقة صارمة بين المقدمات والنتائج، أو بالبلدي كده ترتيب الحدود في المقدمات هو ترتيب الحدود في النتيجة، يوم يديني حجة صحيحة.
ترتيب الحدود في المقدمات اختلف في النتيجة يديني حجة فاسدة. يبقى أنا ماليش دعوة إذا كانت المقدمات كاذبة أو صادقة، أنا ليا دعوة بترتيب الحدود. دي خلاصة الكلام ده واللي قلناه قبل كده في الموضوع الأول. تعال معايا نطبق ونشوف مجموعة من الأسئلة اللي نعرف بيها إذا كنت حضرتك متابعنا واستفدت من الحصة ولا لا. السؤال الأول، هي قضايا أولية يدركها العقل بالحدس المباشر دون برهان، هل هي المصادرات ولا البديهيات ولا المعرفات ولا اللا معرفات؟ قضايا أولية، قضايا العقل بيدرسها على طول بدون دليل بدون برهان، لا واضحة بذاتها يعني؟ يبقى البديهيات. قضية لا تحتاج إلى برهان ونسلم بها ليس لوضوحها الذاتي. قضية تانية عندنا ما بنبرهنش عليها وكمان مش واضحة بذاتها، طب ما هي دي تبقى ايه؟ سامعك يا اللي قاعد هناك، ايوه المصادرات. ليه؟ لأن الرياضي وضحها سلم بيها لم يبرهن عليها بس هي مش واضحه بذاتها، امال مين اللي واضحه بذاتها؟ البديهيه. هي قضايا تحليليه محمولها لا يضيف جديد لموضوعها، لذلك ثابته وليست نسبيه. المصادرات ولا البديهيات ولا المعرفات ولا اللا معرفات؟ ايه فيهم اللي احنا اضفنا ملاحظه من عندنا وقلنا انها قضايا تحليليه، ان محمولها لا يضيف جديدا لموضوعها؟ البديهيات. هي قضايا تركيبية لأن محمولها يضيف جديد لموضوعها، برضو معلومة من ضمن المعلومات اللي أضفناها وقلنا لحضرتك تكتب ورانا، هل هي المصادرات؟ هل هي البديهيات؟ هل هي المعرفات؟ هل هي اللا معرفات؟ قضايا تركيبية محمولها أضاف جديد، سمعك برافو. المصادرات ليه المسلمة؟ أحمد هو أحمد، مبدأ إيه؟ الهوية ولا عدم التناقض ولا التالت المرفوع ولا الوسط الممتنع؟ أحمد هو أحمد، تمام، قانون الهوية. الطالب إما حاضر أو لا حاضر ولا ثالث له، يعبر ذلك عن مبدأ الهوية، عدم التناقض، التالت المرفوع، الوسط الممتنع. الطالب إما أو، إما أو يبقى شرط، يبقى التالت المرفوع. الطالب إما أو يبقى هنا في خطأ، أنا قلت هنا الطالب إما حاضر أو لا حاضر، ده قانون التالت المرفوع أو الوسط الممتنع، صلحها عندك في الشرح. طيب، هي المرحلة التي يتم من خلالها إتمام البناء الرياضي، البديهيات ولا المصادرات ولا المقدمات ولا المبرهنات؟ المرحلة التي يتم من خلالها إتمام البناء الرياضي أكيد أكيد المبرهنات، لأنها النتيجة التي استنتجناها من المقدمات. مبدأ الثالث المرفوع يمثل صورة سلبية ولا موجبة ولا شرطية ولا أولية؟ مبدأ الثالث المرفوع يمثل صورة إيه؟ صورة شرطية، إما أو، من مبدأ عدم التناقض. النظرية الرياضية صدقها مرهون بإيه؟ الرجوع للواقع ولا مادة الفكر ولا الرجوع للمقدمات ولا مطابقة الواقع الفعلي؟ النظرية الرياضية صدقها مرهون بإيه؟ بالرجوع للمقدمات، لأنه صدق صوري، النتيجة تعتمد على المقدمات. طب تعالى معايا بنقول الطيور تطير، الطاووس طيور، الطاووس يطير، دي مقدمات ونتيجة صادقة ولا مقدمات صادقة ونتيجة كذبة ولا مقدمات ونتيجة كذبة ولا مقدمات كذبة ونتيجة صادقة؟ طيور تطير دي ايه؟ صدقة. الطاووس طيور، صدقة. الطاووس يطير، صدقة. يبقى إذن المقدمات والنتيجة
صدقة. طب اسألك سؤال تاني، هل الحجة اللي قدامك دي صحيحة؟ اه يا مستر. لماذا؟ لأن ترتيب الحدود في المقدمات هو ترتيب الحدود في النتيجة. يعني الطيور في مكانها، يطير في مكانها، الطاووس في مكانها، يبقى كل حاجة في مكانها، يبقى دي حجة صحيحة. مقدماتها صادقة والنتيجة كاذبة. مقدمات صادقة لأن الطاووس ما بيطيرش، يبقى مقدمات صادقة والنتيجة كاذبة، ومع ذلك الحجة صحيحة. طيب ثبات الحقيقة وثبات الجوهر ضرورة عقلية مهما طرأ من ضروب التغيير والتبديل. المقولة السابقة نستخلص منها ما يؤكد مبدأ الذاتية ولا السببية ولا التناقض ولا الوسط الممتنع. ثبات الحقيقة وثبات الجوهر، يعني مهما حصل تغيير هي ثابتة، قانون الذاتية أو الهوية. كل حيوان مؤذي، كل مؤذي يجب اجتنابه، لذلك كل حيوان يجب اجتنابه. القول السابق يعد تطبيقا لحجة غير صحيحة. مقدمات نتيجة كذبة ولا مقدمات صادقة ونتيجة كذبة، ولا مقدمات ونتيجة صادقة، ولا مقدمات كذبة ونتيجة صادقة؟ فكر كده واكتب في ورقة خارجية كل حيوان مؤذي، ايه رأيك؟ مقدمات ايه؟ كل حيوان مؤذي، تمام. مقدمات ونتيجة كذبة. ليه؟ كل حيوان مؤذي دي كذبة، مش كل حيوان بيؤذي. كل مؤذي يجب اجتنابه. لا اصل لا ما ينفعش، في حاجات لازم اقدم منها عشان اعرف ايه. يعني التعبان مثلا احنا بناخد منه السم بتاعه عشان نقدم ادويه. لذا كل حيوان يجب اجتنابه برضه كذبه، ومع ذلك الحجه ايه؟ فاسده، لان انا لو رتبتها في ورقه دي حجه ما بتبقاش غير صحيحه. طيب كل حيوان مؤذي تاني، يبقى السؤال بيتكرر كده. حضراتكم انا انتهيت من الحصه، ارجو تكونوا استفدتم من هذه الحصه. كان معاكم الاستاذ محمد طه شلبي، موجه بالتربيه والتعليم بالدقهليه.